السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اخواتاتي، صباحكم مبروك، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير على خير. وكنقول الناس اللي عاد التحقوا بيا في القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وكنقول الناس اللي اول مره كيشوفوا هذه القناه كنقول لكم عليكم غير تضغطوا على الزر اللي هو ابوني او سبسكرايب او اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وما تنسوش اخوتي تشجيعاتكم ليا باللايكات باش حتى انا نزيد نعطيكم من هذا النوع ديال هذا لي فيديو. هذا كنطلب منكم السماحه اخوتي لانني درت واحد الغلط ما رديتلوش البال، ولكن واحد السيد خلى لي واحد الكومونتير زوين غنخليه لكم هنا. كتب لي بانني زعما انه ما متفقش معايا في واحد اللحظه اللي قلت لكم انا بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا في فرنسا اكثر من 15 عام عندهم الحق يطلبوا الجنسيه بلا ما يدوزوا بيئة. هذا اخوتي الفكره ها كاينه بالحق انا ما كملتهاش، هذا هو المشكل. يعني ديمو ما كيكونوا عندي دي فورماسيون بزاف وكنكون ما كنبغيش نطول الفيديو لان اغلبيه الناس ما كيبغوش يكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر. كنحاول نهضر معاكم بزربه بعجاله، كنصرت الهضره بعض المرات كنغلط في الهضره وبعض المرات حتى الموضوع ما كنكملوش. بحال دابا البارح درت لكم واحد الغلط اخوتي هو انني ما قلت لكمش ما مفرزت لكم شكون هما هاد الناس اللي ساكنين هنا اكثر من 15 عام وما عندهمش الحق عندهم الحق يدفعوا الجنسيه الفرنسيه بلا ما يكون عندهم بلا ما يدوزوا التست ديال البيئه. غادي نصحها لكم اخوتي وكنطلبكم مره اخرى السماحه اخوتي الله يعطيكم الرضا. وهكا حنايا خاوه حنا خوت هنايا، يعني ملي كندير شي غلط راه كنلقى الناس كيصحوا لتحت واحد الطريقه لبقه هنا باش كنعرف بانهم متبعيني واحد الناس واحد الفئه الناس واحد الفئه متقدمه اخلاق عاليه واعيه، يعني ماشي كي اتاكيوك ولا كي اتاكيوك بكلام خايب ولا شي حاجه، بالعكس ولا كينقدوك بكلام خايب. لا كاين تناقض، يعني نقدوني بتناقض بناء، يعني بحال دابا هذا السيد هذا عجبتني كلمته فوالا انا ما متفقش معاك، هذا بين على النيفو ديال هذا السيد هذا. تبارك الله عليك، كنوجه لك اخويا تحيه من هنا انك رديتي معايا البال وعرفتي بانني درت غلط وصححتي ليا في لي كومونتير وصححتي ليا حتى الناس. شكرا لك اخويا مره اخرى. الغلط اخويا اللي الغلط اخويا اخوتي اللي درت هو انني خاصني نقول لكم هنا فاش خاصني نصح خاصني نقول لكم بان الناس اللي معفيين ما يدوزوش البيئه هما الناس اللي كيكونوا كبار في السن اكثر من 70 سنه وكيكونوا ساكنين هنا 15 سنه. يعني ماشي شي واحد غير عنده 70 سنه صافي وغادي يجي مثلا عامين هنا ولا 3 سنين هنا ويقول لهم مشي نجيب الجنسيه وصافي. لا، خاص يكون كبير في السن 70 سنه وخاص يكون هنا ساكن 15 سنه. الفكره اللي قلت لكم البارح هنا انه خاص يكون عنده 70 سنه وسكت، وقلت لكم خاص يكون اكثر من 15 سنه هو ساكن هنا، ولكن ما وضحت لكمش كيفاش. هنا كنوضح لكم نقول لكم الناس اللي عندهم اكثر من 70 سنه خاصهم يكونوا ساكنين هنا اكثر من 15 سنه باش يتعفاو من دوزو تيست بيئه. كاينين بزاف الناس اللي كيتخلعوا من التيست بيئه، راه التيست بيئه راه ساهل الا كنتو نتوما كتهضروا، راه ماشي غادي يخرجوا لكم شي اسئله في شكل. راجعوا الاسئله ديالكم قبل ما تمشيو، غادي تدخلوا للانترنيت غادي تكتبوا شنو هو الموديل تيست ديال بيئه، غادي يخرج لكم انا نخلي لكم في لوليا ان موديل وديك الساعه نتوما شوفوه. واحد الحاجه اخرى اخوتي، جاني واحد الكومونتير غادي نخلي لكم هنا، واحد السيد ولا سيده ما عقلتش بالضبط حيت انا ما كنعرفش البال الاسماء، مي المعنى ديال الكومونتير هو اللي كامل، ما كاملينش شكون اللي صيفط، واش راجل ولا مراه، واش تونسي ولا مصري ولا جزائري ولا مغربي. انا عندي كلشي فحال فحال، عارف راسي انا مغربيه ولكن كنموت على الجزائر لان الجزائريين مدعميني هما في المرتبه الاولى، يعني ابار يعني ماشي انا بنت بلادهم ولكن هما الاولى مدعميني. ولو ما يكونش مدعميني انا بطبيعتي يعني بتربيتي ما كنديرش العنصريه، حيت هذه كتسمى عنصريه. هادشي اللي كتبتي لي اخويا او اختي هذه كتسمى عنصريه، باش انا يبان لي غير لي كومونتير ديال الجزائريين نو ما نجاوبهمش، ولكن من بان لي المغاربه غنقول واو هذا ولد بلادي بنت بلادي غادي نجاوبهم. لا اخوتي لا،
انا ما كنقدرش نجاوب كلشي، علاش؟ كنكون مريضه. ثاني حاجه ما كنبقاش هاز التليفون وكنصرفي لانني ما كنشوفش، ومين كنبقى نشوف التليفون بزاف كتشدني الدوخه، وعندي مخرجي ليا النظاظر، والنظاظر ما كنديرهمش. علاش ما كنديرهمش؟ انا بطبيعتي ما كنحملش ندير النظاظر، ولدرجه انني ما كنسوقش بالليل على هذا المشكل. هذا الضواوت ديال التليفون كيضرني، الضواء التليفون، ضواء التلفازه كيضرني، يعني ما كنبقاش نجاوب كاع لي كومونتير. النهار اللي كتشوفني جاوبت كاع لي كومونتير، عرفوني راه داغيغ انا كليت واحد الكينه ديال الدراس دولي بخان من موراها، لان ديك الساعه كيضرني راسي. خويا او اختي او اي واحد كيشوفني، هاد القناة هذه راه متبعينها بزاف ديال الجالية العربية المقيمة بأوروبا، يعني ماشي متبعيني أنا غير مغاربة مقيمة بأوروبا ولا في المغرب، لا، متبعيني جالية عربية. واخا كنهضر ما كنهضر غير بالدارجة، ما كنهضرش بالعربية الفصحى اللي غيفهموني الناس، سوريا ولا مصر ولا هذا، كنهضر غير بالدارجة. ومتأبونين معايا التوانسة، متأبونين معايا الجزائريين المغاربة، يعني كاين شي عرب اللي كيحاولوا يفهموا الهضره ديالي ومأمونين معايا، ولكن ما كنديرش الفازيات، ما كنديرش لا ديفيرونس. لا انا خاصني نجاوب غير المغاربه، لا، الا شفتوا لي كومونتير اللي جاوبت انا من نشات قلت واش بصح نكون انا زعما جاوبت غير المغاربه، ولقيت راسي انا مجاوبه جزائريين. ها واحد الكومونتير انا كنت دايجا مجاوب عليه، انا اختي جزائريه ولا كنحماق عليك، حتى انا كنحماق عليكم ونزيد لكم تحيه، وجاوبتها قبل ما تكتب لي انت كومونتير ولا انت الكومونتير. الله يعطيكم الرضا، ما تبقاوش تكتبوا لي ما كتجاوبيش، ديك الحساسيه ديال البلاد، ديال الحساسيه ديال السياسه ما بين البلاد المغرب وتزيين، انا راه ما عنديش وما كنعتبرهاش، ماشي شغلي فيها، انا ماشي شغلي في داك السياسه ديال المغرب والجزائر، ماشي شغلي فيها. انا مع الشعب الجزائري، انا ماشي مع السياسه ديال الجزائر، انا مع الشعب الجزائري، والشعب الجزائري معايا انا. الله يعطيكم الرضا. لكن شي واحد ما كيعرفش شخصيتي انا، يكون اول مره شاف القناه ودخل وكيقول لك اه هذه مغربيه ما غتجاوبش تزير، خويا ما تبقاش تزرب، ولا اختي ما تبقاش تزربي، لان اختكم هاجر كتحمق الدم ديالك كيجري فيها تزاير. علاش؟ بالتعامل ديالهم. اول حاجه انا اي واحد كيتعامل معايا زوين كنعطو في راسي، واخا يكون يهودي ما كيهمنيش الديانه ديالو، ما كيهمنيش منين هو جاي. الله يعطيكم الرضا، ما تبقاوش تعصبوني وتقول لي تزاير المغرب كتجاوبي المغربيات ما كتجاوبيش تزاير. الله يعطيكم الرضا، راه النص ديال لي زابوني ديالي راه هما تزايريين وكابرين معايا، يعني انا 3 سنين وانا عندي القناه، ومنين حليتها هما معايا وعارفين شخصيتي وعارفين كلشي بلا ما نبقى نهضر بزاف. وهنا غادي نقول لكم شكون، نعاود نذكر لكم شكون هما الناس اللي كيتعفوا من بي ان، شكون هما الناس اللي كيتعفوا من بي ان، هما اللي عندهم الدبلومات. هادوك الدبلومات كيكونوا قراو في الدراسات العليا، يعني عندهم الدراسات العليا هنا في فرنسا، ولا كيكون البلاد ديالهم ديجا قراو دبلومات بالفرنسيه، يعني كتكون الفرنسيه معتبره الدوله اللي عايشين فيها تعترف باللغه الفرنسيه. فوالا، يعني كيكون عندهم دبلوم فرنسي او الدراسات العليا قارينا هنايا، وهاد الدبلومات هادو غادي نقولهم لكم دابا. والناس اللي كيكونوا اونديكابي، يعني كيكونوا معفيين مساكن، كيكونوا عندهم اعاقه 100%. كاين واحد الكومونتير نخلي لكم هنا، ما عرفتش بالضبط علاش، كانت واحد السيده كتبت لي انني انها عندها الاعاش وعندها الاعاقه 80%، ورفضوا ليها رفضوا ليها لا دوموند ديال ناسيوناليتي. كنقول لكم الاحسن اختي خذي ان افوكا، يعني نصيحه من عندي، اي واحد بغى يدفع الطوسي يمشي ياخذ افوكا باش يتسهل عليه الامور. فهمتوني؟ راه كاينين دي افوكا اللي كيكونوا بوليفالون مع دي اسوسياسيون، خاصكم غير تقلبوا نتوما. وقلت لكم الناس اللي كيكون تكون عندهم اعاقه، ما عرفتش بالضبط شحال نسبه الاعاقه، اللي كيكون عندهم اعاقه تكون ذهنيه ولا ما كيهضرش ولا ما كيسمعش، هادو معفيين ليهم انهم يدوزوا بي ان. والناس اللي قلت لكم اكثر من 70 سنه وكيكونوا عايشين هنا 15 عام وما كيكونوا عايشين. اما بالنسبه للدبلومات، الا كانوا عندك ما انت معفي بانك تدوز هاد الامتحانات، هادو هو الدبلوم الوطني لبراءة الاختراع بي او بي، الكاب، الباك، دوت، البي تي اس، دوك، ترخيص الماستر والماجستير او الدكتوراه، اذا كانوا عندك هاد الدبلومات هذا طبيعه الحال انك انت معفي انك تدوز
البي تي اس. كنعاود نقول لكم استسمحي على الغلط اللي درت. وانا ملي كنجاوب شي فورماسيون فريمون كنجاوبها من مصادر موثوقه. غير فريمون البارح كان تيلمو كنت كنهضر بزاف راني درت الغلط. سمحوا لي بزاف كنعاود نقول لكم سمحوا لي وكنعاود نقول لكم بانني انا راني الناس الجداد اللي ما كيعرفوش الشخصيه ديال هاجر انا ما كنديرش الفرق ما بين لا مغربي لا جزائري لا نصراني لا يهودي لا عندي كلشي فحال الحمد لله. كنتمنى يكون هذا الفيديو يعجبكم وتسناوني ان شاء الله مع 8 العشيه فيديو اخر غادي ندوي فيه على غنجاوبكم على خلي سيربريز ما نقول شي حاجه وما نقدرش نديرها. اللهم خلي في العشيه ان شاء الله غادي يكون فيديو طبيعه الحال غيكون فيه حتى هو المنفعه. يلا ما حيليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في فريوسكم.